شروق، وهذا هو الزول السوداني، نعم مبدع دائما عبر جغرافيا المكان والزمان. أينما وجدته تجد الإبداع معه، تجد الفن وتجد الاستمتاع أيضا. تحية لكم مشاهدينا الكرام، نمضي دائما نحن وأنتم ونتواصل في صباح الشروق، ويتواصل تجوالنا عبر كاميرا صباح الشروق وعبر المساحات المختلفة المتاحة لكل الناس. ونحاول دائما أنه نسجل زيارات لكل مكان في السودان، قرية لكل مكان. صباح الشروق. نعم، وكما المعتاد يعني دائما كاميرا صباح الشروق متجولة زي ما قال حسام في مناطق كثيرة جدا، لأنه يا هدى السودان اللي نحن بنعرفه، لكن دايرين نعكس كل الثقافات وكل الموروثات وكل الأشياء الجميلة في السودان للعالم الخارجي، ودايرين نوري الناس إنه مهما اختلفنا يا هو نحن سودانيين. ودائما بنقول إنه أكيد تنوعنا ده بيخلق وحدتنا المجتمعية اللي بتميزنا خارجا نحن كمواطنين سودانيين. ودائما يا حسام، إنه المواطن السوداني خارج حدود الوطن بيتصف بالأمانة وبالصدق وبالشفافية. كل تأكيد بالتصافي والتسامح. إذا صافينا وسامحنا حنمشي كثير مع بعض نحو سلام مجتمعي وسلام داخلي إلى سلام أكبر، تم توقيعه بالأحرف الأولى. هي دعوة منا لكم في صباح الشروق، ودعوة فريق عمل اليوم لمزيد من التصافي والتسامح. نعم. وكذلك يغني عصام محمد نور، ماله لو صافيتني أنت. ماله لو صافيتنا انت، ماله لو صافيتنا انت، مرة مرة بغيت تجينا احنا ما قصرنا حاشا، انت اللي قصرت فينا، انت يتلوم وانت فينا. ماله لو صافيتنا انت، ماله لو صافيتنا انت، مرة مرة بغيت تجينا احنا ما قصرنا حاشا، انت اللي قصرت فينا، انت يتلوم كل الدنيا، أين كل الدنيا؟ لا صباح تطلع بعدك يا حنان الريد الشام. قالوا لو قلبك ترانا، قالوا لو قلبك ترانا، قالوا لو قلبك ترانا، قالوا لو قلبك ترانا. أسوة الأيام نسام ريدك شقينا، قصرت فينا.
معاك.